السلام عليكم متتبعين موقع دروسني دوت كوم، مرحبا بكم في سلسلة أو درس جديد من دروس دورة الـ CSS. بإذن الله في هذا الدرس سأتطرق معكم إلى كيف يعني سنكتب الكود، يعني الكود الخاص بالـ CSS، كيف وأين نكتبه، ما هي الطرق التي يمكن كتابة الأكواد أكواد CSS بها. كل هذا سنشرحه بإذن الله. يعني الآن سنقوم بفتح برنامج نوتبيد، ثم سنعمل على ملف جديد. جيد، سأقوم بعمل ملف جديد، أقوم بحفظه في ملف أو مجلد CSS باسم index.html مثلا. جيد، درسنا في الـ HTML يعني وشون كتابة صفحات HTML، ثم body slash body head head ثم head. نعم، يجب أن تعلم جميع هذه الوشون لأني سبقت وأن عملت دورة HTML. إن لم تكن إن ترغب بتعلم دورة HTML، ما عليك إلا الدخول إلى الموقع دروسنايت.com. ستجد الدورات المتاحة، دورات HTML كاملة، وتابع دورات HTML وستفهم هذه الأكواد التي أكتب الآن. يعني لا شيء جديد إلى حد الآن، فقط الأكواد التي سبق لنا وأن تعلمناها. هيد سأضع تايتل، سأضع دورة CSS من دروسنايت.com. جيد، الآن سأضع اسم اللغة العربية ميتا شارسيت، سأضع UTF 8. جيد، هنا يعني سيكون هنا سيكون content أو محتوى الموقع، هنا سيكون محتوى الموقع، ثم هنا تايتل، هنا يعني الصفحة. الآن تعلمنا كيف ننشئ مثل هذه الصفحات كما تلاحظ معي، كونتنت دور. يعني الآن سأشرح لكم، هناك طرق كتابة كود CSS. سأشرح الطريقة الأولى مثلا سأضع بي ثم أغلق الوزن بي. يمكن هنا أن أضع مثلا ستايل يساوي، ثم أضع هنا كود CSS مثلا باك جراوند، مثلا كولر، مثلا يعني هنا يمكن لك أن تضع كود CSS. طريقة أخرى، يمكن أن تضع كود CSS هنا على هذا الشكل، أن تفتح وسم ستايل هكذا ستايل، وتكتب هنا تكتب اكواد يعني CSS. ثم طريقة اخرى، وهي ان تعمل هنا تكتب، يعني هذه الطريقة هي الطريقة الرائعة، انك تقوم باستدعاء ملف CSS خارجي، يعني تقوم باستدعاء الملف في مجلد وبعيد عن اكواد HTML. هذا يسهل لك المأمورية في التعامل مع الأكواد. يعني ما عليك أولا أن تفعله إلا أن تكتب الوسم لينك، ثم ريل ار اي ال، ثم هكذا، ثم هرف. هنا ار اي ال تكتب ستيل هكذا، ثم شات. هنا تقوم بوضع اسم، يعني سأقوم بإنشاء ملف جديد تحت عنوان، أو سأضعه في مجلد ستايل، سيكون هو مجلد ستايل. داخل مجلد ستايل سأضع مثلا ستايل، أو ستايل ستايل ستايلز دوت سي اس اس.
هنا سأكتب مجلد الأول الذي هو ستايل ثم سلاش ستايل دوت سي اس اس. هنا تم استدعاء ملف خارجي، يعني سنكتب اكواد سي اس اس هنا وهنا اكواد اتش تي ام ال. تم استدعاء ملف خارجي، يعني هذه فكرة هذا الدرس. الدرس المقبل بإذن الله سيكون هو سنشرح عناصر يعني البداية في ال HTML CSS، يعني ما هو الكلاس، ما هو الاي دي، كيف نقوم بتوزيع الصفحة، يعني كيف يعني سنشرح الديف، العناصر الديف قررت أن أشرحها أكثر في دورة CSS، لم أتطرق إليها في دورة HTML. يعني هذه فكرة هذا الدرس. ما عليك الآن معرفة إلا عليك معرفة طرق كتابة طرق كتابة كود سي اس اس، ثم يعني كيف يتم ذلك سيأتي في الدروس المقبلة بإذن الله. إلى هنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا مشاركتنا على المواقع الاجتماعية، سواء على الفيسبوك، يعني على الفيسبوك أو على جوجل بلس أو على تويتر. مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم الأخ حميد أمم من موقع دروسنا.com.